وفي أسواق المعادن النفيسة عوض الذهب عالميا كل خسائره وتحول إلى ارتفاع قوي بنحو 1% ليسجل 1864 دولارا و7 سنتات للأوقية. ولجأ المستثمرون إلى الذهب لحماية أصولهم من الركود التضخمي، خاصة بعد صدور البيانات الأمريكية عن التضخم. ومحليا سجل عيار 18 نحو 854 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 996 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1138 جنيها للجرام. وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7968 جنيها.